طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب مع سؤال شوية أكثر صعوبة. نقرأ السؤال بهداوة. يقول لك A piston having a cross-sectional area of 0.07 meter squared. هذا البستن okay. Is located in a cylinder containing water as shown. هذه هي السلندر وهذا هو الووتر، يعني موجود فيها. An open U-tube manometer is connected to the cylinder as shown. أهو عندك U-tube manometer وفيه أكثر من لفة. عندك اللفة الأولى، هذه الموية ماشية، برضو هذه موية شباب بس التصوير يعني كان سيء خلاها دارك. موية وبعدين لفة ثانية، بعدين يجيك الجيج فلويد الخاص بالمانوميتر اللي هو ميركوري، ولفة ثالثة لحد ما نوصل هنا أوكي. وعندك طولين H1 و H. قال لك H1 هذا بستين مليمتر و H هذا بمئة مليمتر. يقول لك أباك تحسب لي الـ applied force، القوة هذه اللي ضغط على البستن بحيث انها جعلت طول الزئبق هنا الاتش هذا. ايوه هذه شويه يبغى لها تفكير. بما انه يبغى القوه هذه معناته اني لازم اسوي فورس بالانس على البستن هنا، يعني اخذ البستن واجيب الفورس من فوق هذه وبسميها اف بدل ما هو حطها بي عشان ما تختلط مع البريشر. وفيه بريشر هنا بما ان الدنيا ستاتيك اوكي ما تتحرك، مقداره البي بيستون، حطوا السبسكريبت بي هنا يعني بيستون في الاريا حقه البيستون. يعني لو قدرت احسب البريشر هنا، شايف كيف at this point، خلاص اضربه في الاريا الخاصه بالبيستون اللي هي 0.07 متر سكويرد واحصل على الفورس، وكذا اكون حليت المساله. إذا نقدر نقول for equilibrium أو من الإكوليبريم أن الفورس اللي يبغاها تساوي البريشر under the piston immediately مضروبة في الأريا of the piston. طيب كيف نجيب البريشر هنا؟ والله ناخذ الهيدروستاتيك equation. طيب يلا، يعني قول مثلا أنت بتمشي من هنا لحد هنا، بعدين حتلاحظ أن عندك موية هنا حتروح على اليمين، بعدين ترجع لحد هنا وتضيع. ليش أضيع؟ لأنه حتروح لحد هنا، وهنا ما في طول، ما عندك أي لينكث. طيب يلا كنسلها. طيب أنت ممكن تمشي كذا، أيوه، وبعدين وين أوقف؟ أوه ورجعت لحد هنا، يعني هذه ترى هي زي هذه، حتروح لحد هنا نفس الشيء. يلا طيب انت ممكن تمشي وانت واقف هنا تلاحظ عندك مويه هنا بهذا الاتجاه. طيب وبعدين حتروح وتوقف هنا وما كأنك حليت. ايوه طيب شوف حاجه رابعه، انت ممكن تمشي عينك هنا انت الان اوكي، يعني هنا هذا كله ابوه ووتر يا شباب، أكرر هذا ووتر بس تصوير سيء. طيب إيش رأيك نمشي لحد هنا، كلام سليم، وبعدين نخطف عيوننا مش هنا، كمان نقفز للأنبوبة الثالثة. لما أنا أكون هنا حلاحظ إنه إني أنا متصل بالنقطة هذه بنفس السائل، معناته البريشر هنا هو نفس البريشر هنا. أها بس خلاص زبطت المسألة يا شباب. نبدأ نتوكل على الله، نقول البريشر under the piston، ننزل من هنا إلى هنا اللي هو جاما ووتر في H1، بعدين أوصل لحد هنا، خلاص أنا وصلت هنا، وبالتالي إيش حسوي؟ حنزل 0.00001 مليمتر، وأقول إني أخطف عيني على اليمين هنا، أقول خلاص هذا هو نفس السائل حقي، البريشر هنا هو نفس البريشر هنا. يعني إيش؟ يعني ماينس، حطلع فوق طبعا الآن، ماينس جاما ميركوري
في الاتش. اوكي طلعت فوق لحد ما وصل هنا. هنا ايش اكتب؟ اكتب بي اتموسفير؟ لا تكتب زيرو اللي هو الجيج. هذه مسألة فيها ترك حلو، يعني فكرتين فيها، الفكرة هذه والفكرة هذه. طيب خلاص انت الان تنقل الحدين هذه على اليمين زي ما انت شايف، جبنا الميركوري هنا وجبنا الووتر هنا، وبعدين نبدأ في التعويض. تجيبها من الجداول او انا اعطيك اياها في المسألة. القامة حقت الميركوري 133 ألف أو 133 كيلو نيوتن لكل متر تكعيب في الـ H هذا اللي هو بمئة مليمتر، والقامة حقت الووتر بـ 9800 أو 9.8 كيلو نيوتن لكل متر تكعيب في الـ H1 هذا اللي هو بستين سنتي بستين ملي عفوا، تحوله بالميتر أهو وتحسبها تطلع 12.7 كيلو نيوتن بير متر سكوير. وللأسف ما كملت أنا المسألة، ما ضربت في الأريا في الأخير، أنت ضرب في الأريا اللي هي 0.07 متر سكوير وخلاص تحصل على الفورس. هذه مسألة يعني برضو حلوة تصلح حقة امتحان. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله في مسألة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.